شوف القهوة، شوف لها وش، لها وش، لازم أوريكم الوش. سلام سلام، جمعة مباركة عليكم، أتمنى يكون الصوت واضح. محتاج هاني، محتاج عسل بس إنه مو موجود، متوفر الآن. لا خالص، حطيت حبيبات من السكر فقط. هذا ودي اتحدث معكم على قصص نوفابرز تأثرت فيهم بالقناة. جمعة مبارك يا اخي. في نوفابرز هم من هلهموني لوضع هذه القناة، ذلك مناسبة ان قرأت تعليقات يعني اثنت على قناتي او مثلا على استفادة، في احدهم يقول انا قرأت كتب فيديوهات لكن لم استفد الا من خلال قناتك لانك تعرض تجربة ذاتية، وهذه فعلا هي يعني ما احب ان انا ان وهذه فعلا هي يعني ما احب ان انا ان يعني تكون عليه القناة في كثير من امورها. وانا تأثرت من بثلاث اشخاص، جيب داوغ، إيلاي شنونغ، دالي اكثر ما تأثرت فيهم من ناحية القناة. قناتي لها انعكاس من هاتين القناتين، ليست كأفكار لكن كفكرة، يعني أغلب ما أقوله ليس مأخوذا منهم، أغلب ما أقوله مأخوذ من مذكراتي التي هي تجاربي الذاتية المخلوطة مع قراءاتي مع استماعي لمحاضرات مع كذا. لكن تأثرت أول ما بدأت خصوصا في النوفاب ب جيب داوغ، إيلاي لونغ، دانيال نادم. دعوني أخبركم على قصصهم ولماذا هم رغم صغر سنهم إلا أنهم استطاعوا أن يأثروا فيني، يأثرون بالكثير من الشباب. دقيقة، هذا الشخص يقول الشمس عندك تد روح متنا من اكتئاب السويد. هذا اخي يقول يا اخي تشبه هيك في مسلسل الموتى سائرون. ليش يا اخي، ليش ليش؟ سوالنا احيانا بالايمان. مره هالقهوه، مره مره، بس جلتكم حلوه. نبدأ بقصة إيلاي شنونغ. إيلاي شنونغ كيف يعني صارت عنده كل هذه الحكم اللي تحدث فيها؟ هذا شخص شاب نشأ في أظن في فلوريدا، ثم هاجر والديه إلى أوهايو، أظن مو يوتهلا، أظن يا أوهايو، وأباه أصبح هناك يبيع بعض السلع في الشارع وفي الجراج وما إلى ذلك، وأصبح يعني يكافح لكي يطعم اسرته. المهم انه يقول إيلاي شنونغ، يقول يعني كانت فتره هذه لدي والدين على قيد الحياه. والدتي كانت يعني توفر لي الطعام كل يوم، احصل على طعام على الطاوله، طعامي مطبوخ، ملابسي مغسولة، لدي والدي يقلني إلى ملعب البسبول كي ألعب بسبول،
كنت يعني الأمور مستتبة، نذهب إلى الكنيسة يوم الأحد في الأعياد مع بعض، إذا مرضت يأخذوني المستشفى، مش عارف إيش، الحياة الأسرية العائلية العادية. فجأة يقول انتهى كل هذا، والدتي توفت بالسرطان، وأبي أدمن على المخدرات إلى أن أخذ جرعة زايدة وتوفى. يقول هم طبعا ما قالوا لي انه مات جرعة زايدة، بس انا اعرف، لان اعرف انه هو ادمن على المخدرات. طبعا هو كان هذا الكلام كان في عمر 19، وكان هو اكبر اخوانه، كانوا يعني 5 اخوان وخوات. فجأة اصبح المصير مجهول، فجأة ليس له مصروف، فجأة الاجار من سيدفعه؟ من سيوفر الطعام؟ كيف سيكمل في الجامعة؟ كيف يقول كانت فترة صعبة جدا، كانت فترة صعبة. فطبعا تفرقوا الأخوة، أخذوه الكنيسة، أخذته عائلة من طريق الكنيسة. طبعا هو طويل جدا وكان يلعب حديد، فكان يخلص عليهم الأكل، يأكل كثير من البيض والحليب والجبن مش عارف ايش. كان عندهم أطفال، يقول يعني أنا كسرت ميزانيتهم بالطعام. فيقول هو طويل وعريض جدا يعني، فقال إنه مش عارف، لابد إني أنا أخذ. ذهب إلى الكنيسة، أصبح ينام، يكنس الكنيسة، أصبح ينام، يعطونه بعض النقود، يجعلونه ينام هناك. أيضا ما كان يعجبه الوضع، قال سأرجع إلى فلوريدا حيث أصدقاء الطفولة. رجع إلى فلوريدا، ما عجبه الوضع، رجع مرة ثانية إلى اوهايو اظن او يوتا، نعم. ف يقول اصبح صديقه كان يعمل حارس ليلي، اصبح يعني اول شيء، لا اول شيء ذهب لكي ينام عند اخوه واصدقائه. يقول كنت انام على الارض وكان الجو كله دخان حشيش، وما قدر يستحمل سخافتهم. ف اصبح يعني يشارك صديقه أجار الشقة، كان يعمل حارس ليلي، عنده فيديوهات قديمة كان يسجلها هو في الحراسة الليلية. يقول إن بعدها يعني اشتغل بوكالة نيسان أظن وكذا، ف كان وقتها بدأ يسجل فيديوهات على اليوتيوب. يقول عثر عليها مديرة، أو إنه شاهدها مديرة في العمل أو كذا، فقال هل أنت مهتم بأنك أنت تبيع، تعمل في مجال البيع، تأخذ نسبة على كل سيارة تبيعها؟ قال أنا ما أعرف ليش، تشغلون مكيف ليش؟ إن شاء الله ما تكون مزعجة لكم، فإذا مزعجة قولوا لي، يمكن هناك إذا قعدت هناك أحسن، تشوف هناك أحسن، تأخذ القهوة، أهم شيء القهوة. امشي. هني احسن، هني احسن بعد صوت صوت النافورة. خلوا النافورة حلوة، النافورة وين هذا؟ نافورة، نافورة تحبونه. ولا قاعد هني. المهم، ف قال انا ما اعرف، بال شو اسمه. طبعا قبل هذا يعني من اوائل الوظائف التي عمل فيها، يقول وطبعا يعني كان صغير يعني وقتها، يقول فتحت الكريك ليست، هذا موقع يعني كل شيء فيه، يعني مثل الصحيفة اللي تحوي كل الاعلانات. يقول وجدت انه مطلوب، يعني هذه الولايات تعتبر ولايات اللي هي ما هي البيج سيتيز، يعني الوظائف فيها ما هي كثيره، يعني مو مثل نيويورك، بوسطن، وفلوريدا، و يعني مثل ما تقولوا شيكاغو وطقه ديلي. فهذه الولايات يعني ما تحصل فيها كثير وظائف. فيقول انه وسان فرانسيسكو ولوس انجلوس وديلي. فيقول لقيت انه مطلوب بارتندر، اللي هو اللي يخدم على الناس بالبار. هذه الوظيفه اللي حصلها، راح يقول بس مكتوب مطلوب خبره.
يقول ذهبت إلى صاحب العمل قلت له شوف أنا ما عندي خبرة أساسا، حتى أنا ما أشرب كحول يعني، بس بيرة يمكن كم مرة أساسا، كان عمره يقول وقتها وصل عمره 20 يمكن أو كذا، بس إن أنا مستعد إني أتعلم، فأرجوك عطني فرصة، أنا مستعد إني أتعلم إذا أحد علمني وإذا أحد دربني. يقول طبعا يعني ذاك شاهد الصدق والجدية والحرص في كلامه وفي عينه، فيقول أوكي، يقول دربني وقعدت أنا أغسل الكؤوس، ويعني قام يعلمني كيف إني أصب الكرامة الكحول وما إلى ذلك هذا. يقول وجلس طبعا وياخذ يعطي مع الناس، والناس تقعد تفضفض له على يعني لما تسكر الناس تقعد تفضفض له وكذا وهذا ويسمع وكذا. عموما ما عجبه الوضع ايضا، لانه ما كان كل يوم يعني، الوظيفه هذه كانت بارت تايم. المهم كانت نيسان قالوا له يعني عقب ما شافوا شخصيته وفيديوهاته قالوا اوكي ممكن انت تشتغل، نعطيك نسبه، نعطيك معاش، نعطيك نسبه. فيقول بدأت أقرأ بكتب التسويق، بدأت أستمع لمحاضرات في التسويق. يقول بدأت طبعا، هو لما كان بارتندر صاحبه طلع من الشقة ابتلش أيضا كيف سيدفع الأجار. طبعا المهم بالتسويق مشي حاله، لكن قال شيء أنا أيضا يعني جعلني أتفكر فيه. يقول مديره في العمل كان ناجح جدا في التسويق، يحصل كثير من المال، يحصل كثير من وكالة نيسان، يقول لكن هو أدمن على المخدرات ودمر حياته. لابد انك انت تعرف يا مدمن بأن النجاح لن يضمن لك التعافي، بل بالعكس كثير من الأشخاص لما نجحوا أدمنوا كثير منهم. لا تعتقد ان اذا انت حصلت لك الأموال فإن يعني سينتهي الادمان، سيكون هناك تعافي، قد يكون العكس، قد يزيد. في الغالب المدمن اي مال ياتي زياده يستخدمه في، حتى لو كان يقول مستحيل استخدمه في بناء حياتي، في الغالب المدمن حينما ياتي مال يستخدمه في على الاقل جزء منه سيستخدمه في ادمانه. عموما الى شلون قناته في اليوتيوب خذت نجاح، الآن يعني وصل 100 ألف، لكن لما كنت أتابعه كان 33 ألف، أقل من 20 ألف، كان 20 ألف لما كنت أتابعه، كان 20 ألف. كان ينشر كل يوم فيديوهات، كان ينشر فيديوهات عن النوفاب، لكن طبعا شالها. بدأت تشاهد كيف ان قناته قامت تنجح مع الوقت، كل من تابعته وهو قناته كانت صغيره الان حقق نجاح كبير. هذا معناه ان انا عندي ذوق. معناته ان عندي ذوق في من اتابعهم، فوصل 100 ألف. هذا الشخص انا تاثرت فيه جدا، لانه كان يسجل تجربته الذاتيه، ما يذكر قصه حياته، لكن تشاهد كيف انه هو يشق طريقه في الحياه رغم المعاناه رغم الصعوبات، وعنده حكمه. لماذا؟ لانه هو يعني مبدأ كما يقول هو لابد تفعل شيء، لماذا تستسلم؟ اوكي والد والدتي توفيا، عندي اخوان، لا استطيع ان ادفع قسط الجامعه، لا استطيع ادفع الاجار ولا كذا، اعمل شيئا، افعل شيئا، حط خطه، طبقها، تعلم، كافح في الحياه، لا تستسلم، اضرب يمين يسار، المهم تعلم، كن رجلا. وايضا من الاشياء التي يعني قناته ركزت على ان كيف يجب انك تكون رجل، يجب انك انت تاخذ المبادره، يجب انك انت تكون شجاع، يجب انك انت تكون اجتماعي، يجب انك انت تكون صحي، يجب انك انت تكون على النوفاب، عليك ان انت يعني تحرص على الاولويات، الاولويات ليست المال، عليك ان انت تكون يعني، هو ركز على موضوع المبادئ، يجب ان تكون شخص ذو مبادئ، ركز على موضوع المبادئ، مبادئ الرجوله، مبادئ روحانيه، مبادئ طريقك في الحياه. عجبني هذا الشخص جدا، وما زلت بتابعه، موجود قناته لا شلون جسمه، لكن الفتره الاخيره يعني قلل من
من نشر فيديوهاته. دزيت له، انا دزيت له، كتبت له تعليق يعني شديد اللهجه يعني، وحط لي هو قلب اكثر من مره انا اتكلم معاه. لكن هذا من احد الاشخاص الذين الهموني، وايضا تاثرت حتى منه فكريا. يعني مثلا ريد بل، لانه ما يقدر ريد بل، تاثرت منه. مبادئ الرجوله تاثرت منه، مع انه هو حاليا يمكن وصل عمره 30 يعني، كنت اتابعه وكان عمره يمكن 25، اصغر مني قد يكون ب 12 سنه يمكن. لكن كون انه هو حياه علمته من هو صغير، وانسان مكابد تعرف منه الكثير، وقارئ، هو قارئ من الدرجه الاولى، يقرا كثيرا يعني، يقرا يعني اعلم، لكن يقرا كثير كثير جدا ما يقرا، يعني ليس كالباقي يقرا روايات، لا يقرا بالامور المفيده بالكتب اللي ينصح فيها. مديتيشن حق ماركوس اوريليوس، مترجم التاملات لماركوس اوريليوس، الكتب التي ينصح فيها ذا واي اوف مان غير مترجم، ايضا جود بيل ينصح بكتاب ذا فاير ان بيلي، ينصح بكتاب ذا وان ثينج، ينصح بكتاب شنو الكتاب اللي قال عنه، ذا سترينجر ان ذا وود، كتاب سن اند ستيل. المهم انه ينصح دوما ب تفنس، انك كنت تكون كنت شديد، تكون صلب، وما تستمع. من بين مبادئ انه ما تستمع لتمييع وسائل الاعلام والمجتمع لرجولتك، لا تستمع لها، ولا تتخلى عن مبادئك من اجل ما يعطونك اياه في وسائل الاعلام وفي كذا. عموما انت هو له جذور عربيه، هو اظن جدته او جده لبناني، فله جذور عربيه. الشخص الثاني اللي انا تاثرت فيه جيب داوغ. جيب داوغ ايضا كانت بدايته صعبه. قبل ادخل جيب داوغ خلينا نشوف تعليقاتكم. بث يقطع. نعم جيب داوغ. صراحة حمد أبي يقول اجلس معنا، مع العلم عندي عمل، ما الأفضل الغياب أم العمل؟ والله أخي أي شيء غير الفروض فالجلوس مع الوالدين أفضل، لا تكون مثل جريج العابد. أي شيء غير الفروض قدم على الوالدين. لكن طبعا أنت قول لهم انا يعني هل تريدني اني اذهب الى العمل يا ابي، ام اني اجلس معك؟ قول له لابي لك الخيار، لك الخيار. سيسجلون على الغياب، لكن لك الخيار، او امي او كذا. ان شاء الله انه يتقبل منكم ومني. فجيب داوغ
يقول حينما كان صغير كان القبو عندهم مملوء من المجلات الجنسية والأشرطة الجنسية، كان أبوه مدمن إباحية حتى قبل الإنترنت، كان على المجلات والأشرطة. يقول أن أباه أيضا كان يمارس الجسم مع أمه وهو صغير أمامه، لكن ما أدري الطريقة ما أدري، لكن المهم أنه يقول هذا الشيء خرب ذهنه وخرب عقله. حينما كبر أصبح مراهق أصبح مدمن جنس، كان يمارس الجنس مع كثير من الفتيات التي معه في الدراسة، ثم بعد ذلك أصبح مدمن حشيش ومدمن إباحية، حتى بدأ يهلوس، أصبح يهلوس، وأصبح حينما يشرب الحشيش من كثر ما هو مدمن يكح ويشعر بالاختناق لدرجة أنه هو يشعر أنه سيموت. طبعا أصبح هوملس، أي مدمن على أي مادة جنس، مخدرات، إباحية، حشيش، كذا، مع الوقت يصبح مشرد، يخسر عمله، يخسر صحته، يخسر كل شيء. فصار بيبان، وله حتى له فيديو قديم هو مسجل بالفان القديم هذا المكسر ماله، فان مهترئ يعني، مو فان يعني شبه فان يعني. كانت مع عند طبعا اصبح مدمن اباحيه، كان يواصل الليل بالنهار والنهار بالليل بالاباحيه، ثم بعد ذلك يغيب من العمل بسبب انه اساسا طول الليل سهران على الاباحيه. كانت عنده صاحبه اسمها شيله، كان يذكرها كثيرا، كان يحبها حبا جما، كان يريد يتزوجها. كان حينما يمارس الجنس لابد انه هو يشاهد اباحيه، يضع مشاهد الاباحيه يعني جنبها وهو يمارس معها الجنس. ف بعدين اصبح يخونها، ف اضطرت هي انها تتركها، وهي اللي قالت له يعني قبل تمشي قبل تغادره قالت له جيب فلاين ذا وينج اوف لوف ذا وينجز فلاين ذا وينجز اوف لوف تيك يور هاير باث اظن قالت شيء كذي يعني. طبعا هم يقصدون في الغالب عندما يتكلمون في هذه النواحي يعني بالحب، لو على جناحي الحب يقصدون الإيجابية، كن إيجابيا، حب الحياة، حب الناس، حب نفسك، حب الله، حب كل شيء. هذا الشيء اللي لأن في ناس كثير لا يفهمون يعني يقرون كلام مثلا حب الحب الحب، طيب حب شنو يعني؟ حب المخدرات، حب الشيطان، حب شنو يعني؟ هم يقصدون في الغالب الإيجابية يعني، هم هذا يقصدون أن أنت تكون إيجابي، حب الحياة، حب كل شيء. ف طبعا يعني عانى الامرين، امراض، خسارات، اصبح مشرد، اصبح ياكل من الزباله، هو اللي قال والله العظيم هو اللي قال، اصبح ياكل من الزباله، اصبح يتجمد من الباب داخل مقطورته، مقطوره حتى مو فاهم يعني مقطوره، تتعطل المقطوره عليه، يحاول انه يعمل لكن يعني سيارته هذا، حتى لدرجه انه صار سويسايدل يعني صار يفكر بالانتحار، يقول اذا خلاص انا مستعد اني اغادر الحياه الان، مستعد اني اغادر الحياه يعني. يعني اكثر مما يتحمل يعني، اصبحت باقي 10% من البطاريه، صار الموضوع اكثر مما يتحمل. طبعا اذا طفى الفيديو راح اشحنه بعد يمكن نص ساعه او كذا، ارد ابث مره ثانيه، بالموضوع اكثر مما يتحمل. المهم انه كان في نوفابرز سبقوه، هو قال يعني انا كنت اتابع من زمان من زمان زمان، فكان كل فيديو يقول انا شاهدت فيديو نوفابر كذا، هاي ذا نوز فيرجن الفا، ايش اسمه هذا واحد اسمه الكسندر سيث، واحد اسمه جولدن لوك جاكيت، والثاني كثيرين كانوا فابرز، بعضهم استمر، بعضهم فيديوهاتهم موجوده، بعضهم فيديوهاتهم غير موجوده. فكان كل ما يقول عنه فابرز اروح اتابعه. طبعا هو تعلم منهم، هو اساسا يعني كان داش بموضوع التاو والطاويه وموضوع الهندوسيه والبوذيه وما ذلك، واصبح يقرا كتب النجاح، كتب التحفيز، مقرر انه هو يحفز الناس على نوفاب. طبعا نشر اكثر 1200 فيديو او شيء كذي، اغلبهم بالنوفاب. المهم انه انا اول
طبعا تحسنت أموره كثيرا، تغير كثيرا بالنوفاب، أصبح مستمتع بحياته، عايش هو بهاواي أظن أو كذا، بعدين انتقل. أنا يعني هو منشأه يعني، مو اللي راح سافر، لكن مؤثر، هذا الإنسان مؤثر جدا، أكثر شخص أثر فيني ربما باليوتيوب، هو الذي حفزني إني أضع هذه القناة. أول فيديو طبعا أنا كيف عرفته، كنت أبحث في اليوتيوب في الإنترنت عن العادة السرية، كيف تترك العادة السرية، كيف كذا، ما كان فيه يوجد شيء يشفي، ما كان يوجد شيء، لا يشفي قليل ولا غير. لا خطأ ولا صح، ولا كثير ولا قليل، ما في شيء، شيء بسيط إنه يعني لا مو زين كذا، شد حيلك مش عارف، ما هذا الهواء. ما كنت اعرف ان في شيء اسمه نوفاب اصلا، كانت واعي توهم مبلشين، المواد اللي عندهم بسيطه، ايضا لما عثوا عليهم حتى، فلانهم كانوا كاتب يعني مفتاح البحث عندهم الاباحيه، انا ايش عرفني انه والله هم كاتب يعني منزلين هذه المواد باسم الاباحيه، كانت بسيطه اساسا. نوفاب ما ادري كيف طحت على فيديو جيب دوغ، تاثرت جدا بهذا الفيديو، كان يتكلم عن خساراتك، كم خسرت ألم يعني بالنوفاب، كم كذا، أقصد بالفاب، كم خسرت بالهذا، حتى إني كتبته، ترجمته وكتبته، طبعا في ليزي بس كتبته على أساس أتذكر. و كت بعد فترة، بعد فترة من التعافي طبعا استمريت أتعب مدة وكذا، واستمر يعني أخذ معاي موضوع التعافي سنوات. طبعا بعد ما سواء منه ومن غيره ومن كتب اخرى يعني امور وامور وكيف اني تعافيت، المهم ان الموضوع هذا الفيديو هو يعني جاب داوك تاثيره علي، قصته الملهمه لاشي لونج. ايضا كنت استمع الى اقصد ارى فيديوهات دانيال نادم، كان اخوه اسمه علي، بس اسمه مو اسمه علي اساس، هم ايرانيين، ابوه وامه جايين من ايران، لكن طبعا يمكن ما مو مسلمين اظن يعني، لانه هو اسمه الكساندر، واخوه اسمه، الاخوه اسمه الكساندر وهو اسمه دانيال، كلها اسماء نصرانيه، ما اعرف كيف ايش ما هي دياناتهم يعني، امه وابوه يعني، لكن دانيال هم الاثنين كاتب. طبعا اخوه شال قناته، كان يسجل فيديوهات عن نوفاب ونصائح حياتيه، شالها اخوه كان ملهم. طبعا هم يعني عاشوا هو واخوه في بيت يعني باصقاع كندا، باماكن السبربز يعني، اماكن بعيده عن المدن الكبيره، اماكن متجمده قليلا، ليس في البريه لا يعني، بس قرى نوعا ما، كانوا يحاولون يشقون طريقهم في الحياة، وكانوا يعني يقومون بالنوفاب، يعني بالنوفاب ينزلون فيديوهات عن النوفاب، كان يلهمني، كان يبث يعني، كانت هذه الفيديوهات، فيديوهات النوفاب تعطيني أمل، تبث الحياة، أينما أشاهد شخص لا يستسلم، يقاوم ويكافح لكي يتخلص من الفاب، لكي يبني له شخصية في الحياة، لكي يبني له حياة صحية، حياة سعيدة، حياة لها معنى. هذا الشيء جدا ملهم كان بالنسبة لي، كان يبث فيني الحياة ويعيد فيني الأمل، يعطيني الطاقة. قلت لما أشاهدهم لا يعني لا أستطيع أوصف لكم ما الشعور المفعم الذي كان يعني يتفاقم فيني من الإلهام ومن الأمل ومن الحماس. كان خفيف دم هذا بعد أيضا دانيال. طبعا هو شال يمكن اغلب فيديوهاته بالنوفاب، لكن بقى جزء كبير من فيديوهاته بالنوفاب، لكن فيديوهاته القديمه بالنوفاب كانت افضل، موجوده قناته الى الان، موجوده كثير من فيديوهات النوفاب عنده. ايضا هو سجل قصه حياته في فيديو مترجم، ترجمه احد الاخوه المتابعين للقناه، ترجم فيديوين له، ساضع روابط دانيال، ايه دانيال نادم، ليس يعني هو دانيال نادم، خصوصا دانيال نادم،
نصائحة المفاب ليست خطيرة يعني، وليست يعني عميقة، لكن الحماس اللي موجود بهذا الرجل كان يلهمني. طريقة تحدثه، الصدق اللي في وجهه وهو يتكلم على المفاب كان يلهمني. حماسه للحياة كانت يلهمني، هذه الأشياء كانت تلهمني جدا. كنت أتأثر، يعيد فيني الثقة بنفسي وبالحياة، وبأن يعني أستطيع أني أنا أهزم هذا الشيء وكذا. هذا الشيء اللي كان مفقود في المحتوى العربي على اليوتيوب. فكنت متردد أنا، ما يعني حرام يعني المسلمين أمة الطهارة ما يكون عندها فيديوهات مفاب. كل فيديوهات كانت موجودة على اليوتيوب تحث على العادة السرية. العادة السرية مفيدة لك، لا تحرم نفسك من العادة السرية لأنها هي شيء طبيعي. وأنا كنت يعني كنت مقهور على ما يحدث. يعني هذا يعني كنت أرى بوضوح كيف إن كانوا يتعمدون تدمير الشباب العربي. الشباب الأجنبي على الأقل كان عندهم قنوات كثيرة تحذر من الإباحية من العادة السرية، والقنوات العربية تحث الشباب. ما هذا التدمير؟ ما هذا الهواء؟ كيف أخرج أنا أمام الناس أتكلم يعني أكون مثلا نفس إلاي شانونج، نفس كان ممكن أنا أظهر بالصوت، لكن هذا ما كان راح يلهم الشباب. فلين طلع أحد الدكاترة النفسيين وقال هي مثل الأكل والشرب، يا جماعة لا تكونون يعني متحسسين موضوع العادة السرية يعني كذا. فقلت طفح الكل، لابد إني أظهر فيديو أتكلم عنه. فسجلت أول فيديو كذا. المهم إنه هذه قصة يعني أنا كيف تأثرت. أقول لكم هذا الكلام لأن البعض يعني قالت بعض التعليقات تثني علي وإنه ما تأثر إلا بقناتي، لأن قناتي جاءت، وهذا ما أنصحكم فيه. من يريد أن يكون يوتيوبر، سجل تجربتك الذاتية. ما أقول لك يعني سجل أسرارك، لا، لكن قل لنا ما الذي علمتك الحياة، ما الذي علمته لك الحياة، مخلوطا بما تعلمته، بما سمعته من الفيديوهات، بما أنت قرأته، لكن لابد أن تكون لك تجربتك، لابد أن لك تجربتك أنت. لا يعني، وهذا الشيء ما كان ليحدث لولا المذكرات التي أسجلها. أقول لكم كيف أنا جاد في موضوع أني أنا أسجل تجارب الحياتية، لأن يعني هي الموضوع هذا بس الفترة الأخيرة. بس ما تقدر. فهذا يعني هذا الجزء نقطة من بحر. من هنا تأتي المواد. أنا لا أقرأ شيء ثم أتي ألخصه وأتي أقوله لكم. أنا أقول لكم أصارت ما حدث معي، وأيضا ما تعلمته من الكتب وكذا، وصارت تجربتي وتأملاتي في الحياة. لذلك أحد الأشخاص مرة علق قال، لذلك كثير من الأشياء تسمعونها هنا ما تسمعونها بمكان آخر. لماذا؟ لأن أنا أقول شيء مخلوط مع تجربتي الحياتية، شيء كتبته من ناحية تأملاتي في الحياة وخواطري، ما أنسبه لنفسي، ما أنسبه لنفسي، لكنه هو مخلوط بنظرتي وما تعلمته فيها. وأنصحكم أنكم تقومون بالمثل إذا أنتم كنتم تريدون تقدمون مادة. فأحدهم قال بالتعليقات، أنت هذه سلسلتك ما تعتبر برنامج، أنت كاتب برنامج، هذا مو برنامج، أنت مجموعة من الخواطر. قلت له نعم صحيح، كلامك صحيح. أنا ممكن أجعل برنامج علمي، يعني كيف تتخلص من العادة السرية، واعتمد فيه على أبحاث علمية وكذا وكذا، لكن هذا الشيء راح يحتاج كثير من التحضير، راح يكون مادة يعني ناشفة، مادة ناشفة شوية، فراح تكون كل أسبوع كل أسبوعين حتى تحتاج تحضير خطوات معينة وكذا. لكن أنا لا أعتقد أن هذا هو ما تحتاجونه.
لان انت اساسا تعلم، انت اساسا تعلم، تعلم الذي ينبغي عليك ان تفعله. انتم بحاجه الى التذكير والى خواطر والى تاملات والى تحفيز اكثر منكم من الى معلومات. معلومات كثيره موجوده بالانترنت، موجوده بالكتب. ما الذي تفعله العاده السريه؟